إقامة أسواق تجارية أو سلاسل كبرى، في خريطة استثمارية لده؟ ده سؤال برضو عظيم، يعني حضرتك دايما بتسألي أسئلة عظيمة في الصميم. نعم، لأول مرة في مصر عندنا خريطة استثمارية لقطاع التجارة، فعارف أنا محتاج إيه في ال 27 محافظة، محتاج منطقة لوجستية، محتاج كم مركز تجاري، محتاج كم سوق، محتاج كم سلسلة تجارية، ومحتاج كم منافس. فبالتالي أقدر أعرف السوق ده مطلوب فيه إيه. تمام؟ طب الطلبات دي عرفناها إزاي؟ عرفناها من مؤشرات اقتصادية، بعرف السوق ده طبيعته عاملة إزاي، محافظة من المحافظات، فلتكن مثلا، ما دي دراسات كلها، وبتشوفي أنماط اقتصادية، تلاقي مثلا منطقة الدلتا الغربية على سبيل المثال، دي منطقة بتاعت تجارة حبوب. طب الكثافة السكانية في محافظة الغربية قد إيه؟ القدرة الشرائية بتاعت المواطن في الغربية عامل إزاي؟ النمط الاستهلاكي بتاع المواطن في الغربية، خلي بالك الأنماط الاستهلاكية تختلف طبعا، بتختلف من محافظة لمحافظة، فهتلاقي محافظات الصعيد لهم أكلهم، ومحافظات البحري لهم أكلهم، ومحافظات كل مكان الدلتا، ليه متطلباته، فكل مكان له الثقافة الاستهلاكية بتاعته. واحنا الثقافة الاستهلاكية أخبارها إيه في المناسبات الشهيرة اللي معروف إنه بيتوافد عليها المواطن بشكل كبير زي رمضان؟ رمضان بتقفز انفاق او يقفز انفاق الاسره 3.5 أضعاف من الشهر العادي، يعني لو الاسره بتنفق او بتستهلك دي اي اسره، اي جنيه. اسره، ما هو احنا عندنا مستويات من الدخل والامكانيات. شوفي ده برضه سؤال عظيم جدا، كل ما الانسان بيتطور اقتصاديا وثقافيا وينضج ويتحضر، كل ما استهلاكه من الاكل والشرب بينخفض، وبيروح استهلاكه لحاجات تانيه زي مثلا السياحه زي الثقافه. انما انا بقول ان النهارده اصبح عندنا ثقافه جديده، لو هتبصي على ثقافه الاستهلاك كانت كل الناس بتروح لايه؟ للبقال او بتروح للجمعيه، النهارده بقى عندك سلاسل تجاريه وعندك مراكز تجاريه وعندك اسواق جمله واسواق تجزئه، فابتدى ان الثقافه بتاعه المجتمع في الاستهلاك تتغير. كان زمان مثلا الناس بتروح تشتري صنف واحد، النهارده ممكن يكون في اوفر فالناس تشتري اكثر من صنف، فده بيخفض الاسعار، بدل الناس ما كانت زمان كل اسره بتشتري بطيخه ممكن يشتري شرايح من البطيخ، فاحنا داخلين على نمط استهلاكي مختلف. ليه ده؟ لان المجتمع ابتدى ينضج، الاسعار ابتدت ترتفع. طب والاسعار ارتفعت ليه؟ الاسعار قبل كده ما كانش حقيقيه، لان كان في دعم لقيمه الدولار، فأصبح النهاردة أظهرت السلع بقيمتها الحقيقية، إنما قبل كده السعر ما كانش ريفلكتنج أو لا يعكس قيمة الشيء. فبسبب تحرير سعر الصرف، بسبب التضخم، بسبب عدم وجود إتاحة كافية للسلع في منافذ في المحافظات، فبالتالي الأسعار ترتفع. في جزء آخر، إن معدلات الزيادة السعرية لا تتوافق مع معدلات زيادة الدخل، تلاقي الأسعار بتزيد والناس دخلها ثابت، فالفجوة ما بين الدخل والأسعار بتزداد وبتغير كمان النمط الاستهلاكي، فده اللي بيغير نمط ده اللي بيغير نمط. طيب اتكلمنا على الصعيد، على الريف، المدن السكنية الجديدة، العاصمة الإدارية مثلا. كل محافظات مصر، وبنختص الحقيقة بمحافظات التنمية اللي هي الصعيد، يعني احنا لسه طرحين فرصة استثمارية في قنا، وطرحين في محافظات قناة السويس، وطرحين في الدلتا. انا بتكلم على، انا بس عشان هيكتب معايا، احنا بنتكلم على استثمارات تتعدى المليارات. لان انا دور جهاز تنمية التجارة ان انا بوفر الارض او الفرصة الاستثمارية وبرفقها، وبخلي المستثمر ياخد هذه المساحة بنظام حق الانتفاع، ويوطن فيها انماط تجاريه، يعمل بقى مركز تجاري، ويعمل سوق، ويعمل منفذ بيع، ويعمل شوروم العربيات، ويعمل مجموعه محلات للملابس، ويعمل، فبيبقى في انشطه متعدده. على سبيل المثال في الغربيه في طنطا فرصه 82 فدان باجمالي استثمارات 6 مليار جنيه. تخيلي بقى حضرتك لو تنشري هذه الثقافه بتاعه التجاره في كل محافظات مصر، واصبح عندك بقى هذه المناطق التجاريه سواء مناطق لوجستيه او اسواق او مراكز، ايه اللي هيحصل؟ حجم المعروض ماله؟ هيزيد. فبالتالي الصانع هيقدر ينتج اكتر، فبالتالي المواطن هيستوعب اكتر لان الاسعار ابتدت تنضبط. ايه دور حضراتكم في الرقابه؟ والوزاره منوط بيها الرقابه على الاسواق.
رقابة على الأسواق، إن أنا مثلا في عندي السلع، بعض السلع بيبقى اللي عندي أسعار استرشادية، خصوصا بتكلمك على السلة الرئيسية للسلع اللي بيستخدمها المواطن الأكثر احتياجا، زي مثلا الرز، زي السكر، زي الزيت. فهذه المنتجات بيتم الرقابة عليها في المنافذ الحكومية من خلال قطاع الرقابة في الوزارة، تمام؟ انما باقي السلع بقى، لو اتكلم على العربيات، بتكلم على الثلاجات، سيبيها للعرض والطلب. انت لما تلاقي عندك السلعه ديت سعرها ابتدى يزداد، هتعزفي عنها عن شراء، بس هتعزفي عنها عشان في بديل، لو هناك بدائل. آه، لو ما فيش بديل السلعه دي هتفضل ايه؟ ثابته في السعر المرتفع او نقاطعها. طيب، كان في تصريحات لحضرتك بتتكلم فيها عن مكاتب التموين ومنح الأصول غير المستغلة للقطاع الخاص لتنمية الاستثمارات. ده صحيح. إيه اللي حصل في ده إحنا شغالين فيه على قدم وساق. يعني أنا كل وزارة، ولو هتلاقي حضرتك في يعني مبادرة من قبل الحكومة للوقوف على حجم الأصول الغير مستغلة. يعني كل جهة، يعني أصل غير مستغلة، حتة أرض، مبنى، منفذ، مخزن، ولا يتم استخدامه بجدوى اقتصادية، فاسمه أصل غير مدر لإيراد اقتصادي. يعني أنت ممكن تكوني مأجرة مكان، ولكن المكان ده لا يدر العوائد المطلوبة. فإحنا عملنا حصر في وزارة التموين والتجارة بكافة الجهات اللي هي تحت عباءة وزارة التموين والتجارة، زي الشركة القابضة للصناعات الغذائية، جهاز تنمية التجارة، هيئة السلع، شركة القابضة للصوامع، لجنة المساعدات. حصرنا كل الأصول الغير مستغلة من أراضي ومباني، هيتم طرحها على المستثمرين، وهنطرحها بقى على مطور أو على مستثمر بنظام شراكة. وصلت لستة مليون متر مربع؟ مالي المساحات للأصول الغير مستغلة وصلت إلى 6 مليون متر مربع من الأصول غير مستغلة. دورنا إن احنا نعيد توظيف هذه الأصول بطريقة اقتصادية. يعني إيه تعيد توظيف؟ يعني ممكن تأجريها، تديها للمطور بحق الانتفاع، وهو ده القطاع الخاص. ولو أخدوها يبقى لهم حق الإدارة طبعا، هم اللي بيديروا. وبنشاركهم في الإيراد أو في الربح، أو بناخد مقابل منهم نسبة جعل دخل ثابت معين، على حسب الاتفاق. يعني ممكن ادي لحضرتك الاصل ده واقول لك والله الاصل ده انا عايز منك كل شهر او كل سنه مبلغ مقطوع، او ممكن اقول لك لا انا هاخد حصه من ايراده، او اخد حصه من الارباح، او اخد حصه من حجم المبيعات، على حسب الاتفاق. وعقدتوا اجتماعات يا فندم مع سلاسل تجاريه؟ ان شاء الله هنعلن قريبا عن شراكه مع القطاع الخاص في قطاع مهم جدا في منافذ السلع الخاصه بوزارة التموين والتجارة. فهتلاقي ممكن تلاقي منافذ حكومية بتتم إدارتها من قبل القطاع الخاص. قطاع خاص وسلاسل تجارية معروفة. ودي سلاسل تجارية طبعا معروفة. عقدتوا اجتماع مع عملنا اجتماعات كم من كثيرة. السلاسل التجارية؟ احنا كل السلاسل التجارية اللي موجودة في الدولة المصرية بنعقد معاها اجتماعات. احنا عندنا سلاسل دولية أجنبية، وعندنا سلاسل دولية إقليمية، وعندنا سلاسل تجارية محلية. بنعمل لقاءات دائمة مع السلاسل وبنشوف ايه هي احتياجاتهم. خلي بالك السلاسل ساعات بتبقى عايزة في مناطق معينة ومش قادرة تشتريها، فاقول له طب ما تيجي انا عندي بديل انك تاخد المنافذ بتاعتي بنظام حق الانتفاع او بنظام الشراكة وتديرها نيابة عني. وفرت التراخيص، تعرف اي سلسلة تجارية عشان تشتغل عايزة طبعا تسهيلات في التراخيص، بتاخد 19 ترخيص من 16 جهة. ما يعرفوش ياخدوا تراخيص. النهاردة احنا بنعمل مع دولة رئيس الوزراء ان يكون جهاز تنمية التجارة هو الجهة الوحيدة نيابة عن الدولة تمام في استخراج التراخيص.